السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة شيوات مختارة. اليوم وضمن سلسلة الكيك اليومي غادي نقدم لكم كيك بالشوكولات، كيجي لذيذ بزاف بلا بيض، بحجم عائلي، سهل في التحضير، ما كنحتاجوش فيه الطراب الكهربائي، والمقادير ديالو بسيطة وموجودة في كل بيت. ودابا اجي نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. فرجة ممتعة. الكيكة ديالنا اليوم بسيطة، ما فيها لا بيض لا حليب. غنستعملوا فيها، عندي هنا جوج كيسان ديال الدقيق، جوج خمارات، واحد فاني، عندي كاس لاروب ديال الزيت، كاس ديال الماء دافي، وعندي هنا كاس ديال السكر، وغناخد من هنا ثلاثة المعالق ديال الكاكاو، وفي الأخير غندير معلقة كبيرة ديال الخل. غناخد كاس السنيدة ونزيد عليه ثلاثة المعالق ديال الكاكاو. غنزيد عليهم الماء دافي، وغنحرك هاد العناصر حتى يذوب عندنا السكر والكاكاو. السكر والكاكاو هما ذابوا، غناخد كاس لاروب ديال الزيت، نخلط مزيان، غندير ساشي ديال الفاني، ودابا غندير نزيد الدقيق بشويه بشويه. غنزيد دابا هاد الكمية اللي تبقات عندي ديال الدقيق، وغادي ندير الخمارات. Thank you.
بعد ما هاد العناصر كلها تخلطات مزيان، انا دابا غندير معلقه ديال الخل. وهاد الخل هو اللي كيعطي هذيك الخفه للكيك ديالنا باش كيجي هشيش. الخليط ديالنا هو هذا، غنخلي على جنب وغنمشي نقاد المول. غناخد الكيك ديالنا وغننزلو في المول، غناخد المول ديالنا وغندخلو الفران. الفران انا مشعله على 180 درجه، شعلته في الاول قبل ما ندير الكيك. الكيكه ديالنا هي هذه، بعد ما خرجناها من الفران كتجي بهذا الشكل، كتجي هشيشه. خديت هنا الحليب وغادي نسقي به هذه الكيكه. غنخليها على جنب وغادي نمشي نحضر الكريمه. نقاد الكريمه، عندي هنا السيترو ديال الحليب، عندي هنا واحد 4 المعالق ديال السنيده، جوج معالق ديال الكاكاو، وعندي هنا لا كريم باتيسير غندير منها واحد جوج معالق كبار عامرين. غنخوي الحليب وندير عليه السنيده وغندير عليه كاكاو. كاكاو انا راه مغربل عندي. غندير واحد الساشي ديال الفاني. وغندير جوج معالق كبار ديال لا كريم باتيسير. غنخلط هاد العناصر مزيان بعد ما تخلطوا. انا غناخذهم وغنديرهم فوق البوطه. درت الكاسرونه ديالنا فوق البوطه وغنستمر في التحريك. العافيه كتكون ناقصه شويه وغنبقى نحرك حتى يختار هذا الخليط. الخليط ديالنا وبدات كتطلع فيه الغليه، غادي غير يبدا يتقال شويه وغنطفي عليه.
الخليط ديالنا ها هو بدا كيختار في هذه اللحظه. انا دابا غنطفي البوط. غناخذ هذا الخليط وغنفرغه بسرعه فوق من هذا الكيك. غنخلي فوق سطح العمل حتى يبدا يبرد شويه، حيد منه هاد الدخان، عاد ندخلو للثلاجه. بعد ما برد الكيك وشد فراسو، دابا انا غناخد هنا واحد جوج باكيات ديال ايو ولا اوريو، اللي عنده اوريو ديال اوريو غادي ناخذهم وغنهرمشهم مزيان في الهاشوار كيف كتشوفوا، وغادي نزوق بهم الكيك من الفوق. انا درت هاد الطريقه في التزيين، وكل واحد حر يدير الطريقه اللي عجباته. انا هادشي اللي موجود عندي اليوم، ولكن راه كيجي زوين اوريو، كيعطي واحد اللذه لهاد الكيك ديالنا. الكيك ديالنا كيجي بهذا الشكل، كيجي المنظر ديالو زوين والحجم كبير وعائلي، اما اللذه فكتجي خطيره. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه لانها كتستاهل وكتنفع ملي كتكون العائله مجموعه. الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله. وكيف ديما قناه شيوات مختاره كتقدم لكم وصفات سهله التحضير بمكونات بسيطه وموجوده في كل بيت.